الحادث وقع على خزان يحوي نفط خام منتوجين يعني من النفط، كلاهما شديد الخطورة. المعلومات الأولية أشارت إلى أنه نتيجة صاعقة، لأنه الأجواء كانت ممطرة مع وجود برق ورعد. هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث بقيادة مدير الدفاع المدني المحافظ العميد حسام. اشتركت 13 فرقة إطفاء من موارد الدفاع المدني، إضافة إلى 9 فرق من موارد النفط. أعددنا خطة الحمد لله نجحنا فيها لحد الآن من إبعاد الخطر عن الخزان المجاور. الخزان اللي وقع به الحريق، الآن أعددنا خطة استمرار عمليات التبريد ومحاولة سحب قسم من المنتوج خارج الخزان بشكل آمن لتسريع عمليات الإطفاء. الآن بدأنا بهذه الخطة، أعددنا مقدمات لها ومتطلباتها. نحتاج إلى وقت من ساعة إلى ساعتين حتى نستطيع أن نربط على المفصل الخاص بالخزان، ومن ثم نختار مكان التسريب إن شاء الله. تم توجيه 13 فرقة إطفاء بكامل معداتها إلى محل الحادث. الحادث تبين عند وصول الفرق عبارة عن أحد الخزانات، خزانات منتوج النفط اللي يبلغ سعتها 5 ملايين لتر مكعب. هذا الخزان المعلومات الأولية تشير إلى أنه تعرض إلى صاعقة نتيجة الأجواء يوم أمس، أدى إلى انفجار الغطاء العلوي للخزان وحدوث حريق داخل الخزان. الحقيقة الموقع مثل ما تلاحظون هو موقع يعني يخلو من وسائل السلامة والأمان، يفترض أنه هناك صواعق مانعة صواعق لتلافي هكذا حالات، لكن فرق الدفاع المدني لحد الآن دا تعالج الموقف، وتمكننا من إنقاذ الخزان الثاني اللي يبلغ سعته أيضا 5 ملايين لتر مكعب، وما زال العمل جاري لحين إنهاء. وضعنا خطة حقيقة لغرض يعني انتشال ما تبقى من المنتوج أو إنقاذ ما تبقى من المنتوج، راح نباشر بهذه الخطة إن شاء الله بالساعات المقبلة. مساء يوم أمس كانت هناك عاصفة كبيرة ضربت مركز ناحية القيارة، وكان هناك زوابع رعدية وهناك برق ورعد. حقيقة هذه العاصفة أدت إلى سقوط أمطار كبيرة جدا في منطقة مركز ناحية القيارة. نتيجة ذلك تعرض أحد الخزانات الكبيرة في مصفى القيارة واللي ممتلئ بمادة الغاز وايل في كميات كبيرة، أعتقد في كمية تقدر بأكثر من يعني بالملايين. تعرض هذا الخزان إلى عاصفة، يعني إلى ضربة صاعقة نتيجة هذه الأمطار، وأدت إلى احتراق هذا الخزان بالكامل. حقيقة أنا أعتقد لو كان هناك مانع صواعق ما حدث الذي حدث وأثرت عليه هذه الصاعقة، لكنه أعتقد يعني هاي إجراءات سلامة راح تكشف الأمور التحقيقية، راح تكشف هاي الأمور إذا كان هناك اتباع لإجراءات السلامة أو غير متبع. لكن لحد الآن الحريق مستمر منذ الساعة 8 يوم أمس إلى حد الآن مستمر الحريق، رغم عشرات سيارات الإطفاء، وحقيقة كادر البلدية وآليات البلدية يوم أمس أيضا أرسلت بالكامل، لكن لحد الآن إن شاء الله نأمل أنه خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم إطفاء هذا الحريق بإذن الله.